تيرت 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 تا 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 انا جيت اهو هي بقص ماتا تب تب تيرت تا 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 انا جيت اهو هي بقص ماتا اصحابنا فرحوا اول ما عرفوا من تاني رجعنا يا طاطا في المعمل باختراعاته تجاربه واختباراته واحنا معانا القصة فيها الحكمة والفرحة نرسم بسمة ونتعلم وهنضحك سيرو بطاطا بقص مطاطا كلمات حلوة وموسيقى شفنا بيعزف مزيكا نطلع ننزل سيكا ناكل ترنيمة لا 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 سيرو بطاطا بقص مطاطا أما أنا بقى مش هحاسبكم يهمني مصلحتكم خدوا معلومات صحتكم القلب يدق دم 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 تيرة تتعطى بقص مطاطا أيوة أهلا بكم يا أصحابي في حلقة جديدة من برنامجكم تعطى وبقص مطاطا أما حتة موقف بقص مطاطا ازيك بتضحك على ايه ازيك يا تاتي انت عامله ايه كويسه هو انت يعني كنت بتضحك على ايه واحنا داخلين كده اصل عجوة صاحبي وقع وكان بقى شكله يضحك قوي ايه انت زعلانه ولا ايه هو انا عملت حاجه غلط ولا ايه يعني هو انت شايف يعني يا ابو سماط ان الموقف يستدعي الضحك ده كله اصل انت مش فاهمه اصل عطوة ده قصير كده وازعق وبيقع كتير قوي تاتا انت زعلتي تاني يظهر انعكيت ايه اللي حصل انت زعلتي ليه ها فهميني علشان مش هينفع كده يا بقسماطي مش المفروض ان احنا نتريق على اصحابنا ونضحك عليهم طب يعني المفروض اعمل ايه يعني المفروض ان احنا نكلمهم بطريقه كويسه ولو يعني عملوا حاجه مثلا غلط او حاجه غصب عنهم ما نتريقش عليهم ولا نجرح مشاعرهم نجرح مشاعرهم ازاي يعني يا بقسماطة نكلمهم بطريقه كويسه نحترمهم كده في الكلام وما نكلمهمش بطريقه وحشه ولا تبين ان احنا بنتكبر عليهم ولا بنستخف بيهم وموضوع التريقه ده ان احنا نتريق عليهم قدام الناس كده ونضحك عليهم بلاش منه خالص عندك حق يا تاتا انا اسف مش هعمل كده تاني ماشي يا ابو اسماطة طيب تيجي نشوف بقى الفقرة اللي جاية هيبقى فيها ايه يلا بينا يلا بينا يا ابو اسماطي يلا بينا يا اصحابي نروح نشوف الفقرة الجاية بتاعتنا فيها ايه جاهز يا ابو اسماطي جاهز يا تاتي تعالوا معانا ازيك يا تاتي ازيك يا بقسماطي انا مبسوطه النهارده ان احنا هنبقى مع بعضنا في المعمل وهنعمل تجربه اموره وهنستفاد منها حاجات كتير وهنعمل حاجات كتير فظيعه وانا كمان مبسوط قوي يا تاتي ان انا معاكي قوليلي بقى انا شايف الوان كتير وكمان وحاجات كتير في المعمل قدامي هنعمل ايه بقى النهارده ايوه يا بقسماطي فاكر يا بقسماطي لما كنا في المقدمه بتاعه الحلقه بنتكلم عن الاحترام واهميته في العلاقات بتاعتنا مع صحابنا يخلي الموضوع جميل خالص يخلي الدنيا مش كويسه وعلاقاتنا مش كويسه مع الناس ايوه يا تاتي انا فاكر كويس قوي في اول حلقه لما حصل الموقف بتاع عطوه صاحبي ده كان حته موقف ده كان بيضحك قوي بص وقتها انت لسه بتضحك عليه احنا مش قلنا ان كده عدم احترام لاصحابنا وكده مش هينفع واكيد هيزعل ويتضايق ويتجرح وممكن يبقى زعلان بقى ويروح البيت ويعيط وكده خلاص يا تاتي انا مش هضحك عليه تاني طب قوليلي بالراحه اشرحيلي موضوع الاحترام دوت بصي يا بقسماطي احنا عايشين مع صحابنا في المجتمع دوت مجتمع الكنيسه مثلا مجتمع المدرسه في النادي زي كده اهو كده اهو يعني انت قصدك ان اللبن ده
الرمز للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. بالظبط يا بقسومات، والالوان دي هي الوان طعام، ودي بترمز لاصحابنا، واصحابنا فيهم شخصيات مختلفه زي الاحمر والازرق والاصفر، ودول موجودين في المجتمع زي مثلا كده، ودول حبه من الناس وكده، ودول حبه من الناس وكده، ودول حبه من الناس. كده بقى كل اصحابنا موجودين في المجتمع. برافو عليك يا بقسومات، وانا بقى باحترامي ليهم ومحبتي ليهم هأثر فيهم كلهم. بص يا بقسومات. ايه ده يا تاتي؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل دوه؟ شفت، احترامي لاصحابي ومحبتي ليهم خلاني اندمج معاهم جدا جدا، وبقينا اصحاب اكتر وبنحب بعض اكتر. مش بس كده، ده اثر فيهم وخلى محبتي تبان ليهم، وبقى يحبوني زي ما انا احبهم بالظبط. لا يا تاتي، ده انت طلعتي شاطره خالص. يعني انا لما احترم صحابي هأثر فيهم وهخليهم كلهم يقربوا من بعض ويقربوا مني، وكلنا نبقى مبسوطين مع بعض. مظبوط يا بقسوماتي، شاطر، برافو عليك. قوليلي بقى يا تاتي، بعد ما شفنا التجربة الجميلة دي وعرفنا أهمية إن إحنا نبقى محترمين، هنروح فين بقى دلوقتي؟ بقسوماتي، تعال أقولك على سر. إيه؟ قولي. هنروح فقرة بحبها أنا وإنت جدا جدا جدا، فاكر هي إيه؟ إيه؟ أيوة، هو ده مش سر، ده كل أصحابنا عارفينه. الفقرة بقى اللي هي اسمها ايه يا واد يا بقسوماتة؟ افتكر يا بقسوماتة. ايوة افتكرت، مسرحية. برافو عليك يا بقسوماتة، برافو. يلا بينا بقى نروح نشوف مجهزين لنا ايه المرة دي في المسرحية. يلا بينا. صباح الخير يا حوح. صباح الخير يا فيل يا حكيم. مالك يا حوح؟ قاعد لوحدك ليه؟ انت ناسي ان النهاردة المهرجان السنوي للغابة السعيدة؟ لا مش ناسي. امال قاعد لوحدك ليه؟ ومش بتجهز للمهرجان مع باقي الحيوانات؟ انا مش عارف ليه كل الحيوانات في الغابة مش راضين يكلموني، مع اني بحبهم جدا وبحب اهزر معاهم. مش يمكن هزارك كان تقيل شوية يا حوحو، وهو ده اللي زعلهم؟ طيب انا هحكي لك اللي حصل من كام يوم. المهرجان فضل عليه اسبوع، ولازم نخليه اجمل مهرجان حصل في الغابة السعيدة كلها. انا عندي فكرة حلوة قوي، احنا ممكن اجيب بلالين ملونة احطها في كل حتة في الغابة، هتبقى شكلها حلو قوي. انا بقى هعمل لكم عندي بقى فكرة كمان، ممكن نعمل العاب كتير ونلعبها في المهرجان. ممكن كمان نجيب هدايا. الهدايا عارفين احنا ممكن بقى ان احنا في ايه يا حوحو؟ هو كل ما واحد فينا يتكلم انت هتقطع؟ بس هو ده كل اللي حصل. انا كان عندي افكار كتير حلوة للمهرجان، وعايز اعمل لهم حاجات حلوة كتير، علشان انا بحبهم. انا عارف يا حوحو انك بتحبهم، لكن هما زعلوا لانك كل شوية تقطعهم في الكلام ومش مديهم فرصة يتكلموا، وده بيظهر عدم احترامك ليهم. فعلا هما اكيد زعلوا عشان كده. خلاص ما تزعلش، كل الحيوانات بيحبوك، تعالى دلوقتي نروح سوا نصالحهم، ووعدهم انك دايما هتظهر لهم احترامك. هو اصلا في ايه تاني يا حوح؟ اصلا انا كمان فضلت اضحك على الافكار اللي اقترحوها للمهرجان، اصلا انا حسيت ان هي انها سخيفة. ما ينفعش يا حوحو نستخف بافكار حد او كلامه. طب اعمل ايه؟ انا بلاقي نفسي بتكلم على طول وبعد كده بلاقيهم زعلوا. الحل يا حوحو في تلات كلمات. ايه هما التلات كلمات دول؟ قولي عليهم. استنى، ثواني، وفكر. استنى، ثواني، وافكر. يعني ايه؟ يعني قبل ما تقول اي حاجة استنى ثواني، ما تتكلمش على طول، وفكر لو الكلام ده هيضايق حد يبقى ما تقولوش. فكرة هايلة يا فيل، انا هروح اصالح
كل الحيوانات، وبعد كده هستنى ثواني وأفكر في اللي هقول وهظهر لهم احترام دايما. صاحي اهو مش نايم يعني. بوسماطة ازيك يا طاطا؟ ازيك يا بوسماطة؟ بوسماطة ودي بوسماطة بوسماطة. يا دكتور ازيك؟ معلش اصل كنت يعني معلش يعني يا دكتور سرنج، اصل هو كان بيقول ان هو يعني صاحي من بدري يعني وكده. ايه ده؟ ليه كده يا حبيبي كده؟ معقول كده؟ استني بس، وهو ايه اصلا المشكله في انه يصحى بدري؟ ما انا كل يوم بصحى بدري وعادي اهو، مفيش حاجه. اصل يا دكتور انا بعد ما خلصت الهوم وورك بتاعي لقيت فيلم هايل لازم اتفرج عليه في التلفزيون، وفضلت بقى سهران قدامه وعمال اتفرج عليه لغاية لما خلصته وصحيت بقى بدري عشان ماما صحتني. معقول يا طاطا؟ معقول اللي بصمته بيعمله ده؟ اهدى بس يا دكتور سرنجة، يعني معلش. هو انا عملت ايه غلط يعني؟ ها ان ده كان فيلم حلو قوي وبعدين نمت على طول. يا بوسماط يا طاطا قوليله، ما ينفعش يا بوسماط تنام متاخر، لازم يا حبيبي تنام بدري وتصحى بدري. وليه يعني اصحى بدري؟ يعني لازم يعني ليه يعني؟ ده حاجه غريبه قوي. هو اصلا في احلى من الواحد ينام براحته ويصحى متاخر براحته؟ يا سلام، دي حاجه تحفه. وايه اللي جميل؟ لا مش جميله طبعا ومش عادي خالص طبعا. الله، ما تقولي حاجه يا طاطا. اهدى بس يا دكتور سرنج، اهدى بوسماطة لما نروح يبقى لينا كلام. خلاص اهدى بس يا دكتور سرنج، اهدى. يعني ممكن برضو حضرتك تقول لنا يعني ايه هي فوائد الصحيان بدري والنوم بدري والحاجات اللي زي كده؟ بص يا طاطا، بص يا بوسماطة، صحيان بدري ده ليه فوائد كتيره جدا. زي ايه مثلا؟ انا ايه ده؟ وانتوا لسه ما مشيتوش؟ ايه؟ قاعدين ليه؟ مستنيين فوائد الصحيان بدري ولا نروح ننام؟ فوائد الصحيان بدري طبعا يا استاذ، زي ما انت عارف لما بنصحى بدري جسمنا كله بيبقى مليان طاقة اصحى معايا كده يا بوسماطة ما تنامش. جسمنا بيبقى مليان طاقة وحيوية ونشاط، وبيساعدنا ان احنا نقضي طول اليوم واحنا فايقين كده ومصحصحين. وايه كمان يا دكتور سرنجة؟ وكمان يا طاطا حاجة مهمة جدا، توفير الوقت يا أستاذ بوسماطة. ها يعني مثلا لما نصحى كده بدري نلاقي ان لسه معانا وقت كبير في اليوم نقدر بقى فيه نخرج نشتغل نذاكر نلعب، هنلاقي وقت كبير قوي. لكن لما نصحى متأخر يا أستاذ هنلاقي ان نص اليوم خلص
مش هنلاقي وقت خالص نعمل اي حاجة. ياه، كل دي فوائد في الصحيان بدري يا دكتور سرنجة؟ كمان النوم بدري والصحيان بدري بيحافظوا على القلب بتاعنا وبيحفظونا كمان من الامراض وكده. ياه يا دكتور سرنجة، بصراحة كل مرة بتعامل مع حضرتك وكل مرة بتقابل معاك بعرف معلومات عظيمة ومفيدة وجليلة وجميلة أوي يعني. شكرا بجد، شكرا شكرا على المعلومات العظيمة بتاعت فوائد الصحيان بدري يا بوزماطة. ياه، كل دي فوائد لصحيان بدري؟ ايوه يا بوزماطة، مش تقول لي كنت سهران على فيلم واتفرج عليه وقت تاني يا اخي. خلاص يا دكتور سرنجة، هو هيسمع الكلام ويبقى شاطر ويتفرج عليه وقت تاني بقى ويخلصنا. وقت تاني خلاص ما تزعلش يا دكتور سرنجة بقى، ويلا بينا بقى يا بقسماطة بدل ما هو يعني ايه هيتعصب علينا زيادة وكده وبس. واحنا كده بقى يا اصحابي وصلنا لنهاية الحلقة الحمد لله، واهم حاجة تفتكروا ان انتوا لازم تناموا بدري وتصحوا بدري وتسمعوا الكلام وتبقوا شاطرين وتناموا بدري وتصحوا بدري وتسمعوا الكلام نعم. وقت تاني يا بصواطة، وقت تاني كفاية وعشان يا دكتور وعيب بقى بصواطة. باي باي اصحابي، باي 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 باي. Hey.